في 8 أبريل من عام 1970، القوات الجوية الإسرائيلية تقصف مدرسة بحر البقر بمحافظة الشرقية في مصر، وقد أدى ذلك إلى تدمير المدرسة ومقتل ما يقرب من 30 طفلاً مصرياً، كما تم إصابة أكثر من 50 طفلة، بالإضافة إلى إصابة بعض العاملين بالمدرسة، حيث قامت الطائرات بقصف المدرسة الواقعة بقرية بحر البقر، وتعرف الحادثة باسم مجزرة بحر البقر، وقد أثارت المجزرة سخطاً في وسائل الإعلام العالمية.